ممدوحة بها جنون. يعني مثلا تسرع في كل النهار ولا تدري عن شيء، فهذا عيب بها نسأل الله العافية والسلامة جذام. نعم. طيب، فإذا علم الزوج الولي بهذا العيب وجب إعلام الزوج بهذا، هذا إذا علم الولي بالعيب. وإذا كان لا يعلم، نعم قد يكون هذا العيب ظهر وهذه الزوجة أخفت هذا العيب عن الولي، فالآن يرجع الزوج على من؟ يرجع الزوج على من غره، على من أخفى عليه العيب. إذا كان الذي أخفى العيب هو الولي، فالولي هو الأول عندنا يحاسب، وإن كان لا يدري نرجع على الزوجة. طبعا القاضي هو الذي يحدد هذا. إن لماذا دائما نذكر العيوب في النساء ولا نذكر العيوب في الرجال؟ سبحان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. تريد صديقا لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان؟ ما يمكن. يقول ابن سعدي رحمه الله أن الحكم هذا ينجر للحكام. نعم، فلا يفرق الرعية الحاكم إن سخطوا منه خلقا رضوا منه آخر والحمد لله. يعني أنت ليس فيك شيء. وأحيانا الله يعني يأتيك البعض ويذكر لك يعني أشياء يعني عيبا يتكلم بها، يقول: لم تطبخ لي في يوم كذا. سبحان الله، نبي الأمة إخوان يدخل إلى بيتي يقول: هل عندكم من طعام؟ يقول: لا. قال: إني صائم. تدخل إلى بيتك: هل هناك طعام؟ يقول: لا، الحمد لله إني صائم. تصوم؟ قد تصوم يعني، الله أعلم، ورب الله أعلم ممكن تصوم، الحمد لله. طيب، إذا وجد العيب من الزوج وأنه لا يستطيع الوقت، قال: يؤجل إلى سنة، فإن وطئ وإلا إن بقي على الحال فلها الزوجة فسخ. إن أعتقت الزوجة تزوج أما تزوج الأما اشترط له شروط. تزوج الأما ما استطاع على نكاح الحرة وكان بحاجة للنكاح، تزوج أما ثم اعتقت، فلها الآن الخيار أن تختار أن تبقى مع الزوج أو تختار الفسخ. نعم، إذا وقع الفسخ قبل الدخول، قبل أن يدخل بالزوجة، قال: فلا مهر. وإذا وقع الفسخ بعد الدخول بالمرأة، يعني بعض الناس هدانا الله إياه يرى العيب قبل الدخول بالمرأة، إذا لا تدخل عليها، يدخل ثم بعد هذا يقول: أنا أطالب بك، رأيت العيوب؟ قال: نعم. ولماذا الآن قبل؟ قال: يعني ما كنت أعرف وأنا شاب حديث عهد وكذا. سبحان الله، يرجع الزوج على من غره، وقلنا الأصل أنه يرجع على الولي، وإذا كان الولي لا يعرف العيب يرجع على الزوجة. لماذا؟ بالقضاء الشرعي. الصداق هو ما يدفع الزوج للزوجة لا للولي، فالصداق هو من حق الزوجة، ينبغي أن يخفف. هذا الذي يقول المؤلف: لا أن يلغى. وبعض الناس يلغي ويقول: لا مهر أصلا.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المرأة لا بد أن تعطى شيء، لأنها الآن تعطي الزوج أغلى من أغلى ما تملك. طيب، فإن تزوج المرأة ولم يسمي لها صداق فلها مهر المثل. من المثل؟ مثيلات هذه المرأة، أختها، بنت الخالة، بنت العمة، على ما عليه مثلا الناس في هذه الأيام. طيب، إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يمتعها بأن يعطيها شيء، يعني هذا دون الصداق. نعم. طيب، يتقرر الصداق كاملا، يعني لابد أن الزوج يعطي الزوجة كل الصداق. بماذا؟ بالموت، عقد عليها ومات، فماذا نصنع؟ هذا يعتبر دين على الزوج، تدوم تجهيز ثم دون نعطي، هذا ليس من التركة، ليس من الإرث، هذا من تركة الميت، نأخذ ونعطي الزوجة الصداق بالموت أو بالدخول، إذا دخل بها وجب لها المهر كاملا. يتنصف المهر بكل فرقة تكون قبل الدخول من جهة الزوج، كالطلاق كان يطلق قبل أن يدخل، يتنصف المهر. ويسقط المهر بالكلية إذا كان الفراق من قبل الزوج، نعم، أو بالفسخ إذا كان لعيب، وقلنا يرجع بالصداق على من غره. ينبغي، يقول، لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العشرة بين الزوجين، يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، بالمتعارف عليه بين الناس ما لم يخالف الشريعة. المتعارف عليه الآن مثلا، يقول المتعارف عليه أن يأتيها بلباس جديد في كل عيد، أي عيد؟ عيد الفطر مثلا، اعتاد الناس على هذا، يعطيها الكسوة، الطعام والشراب، يطعمها ما يأتي الناس، يعني في هذا المجتمع ما لم يخالف الشرع، يعني لا إسراف ولا تقتير. يلزم الزوجة طاعة الزوج في الاستمتاع وفي عدم الخروج إلا بإذنه، والقيام بأعمال البيت، نعم، من الخبز والعجن والطبخ وما إلى ذلك. وعليه، أي على الزوج، النفقة والكسوة بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: خيركم. كيف تعرف الخيرية؟ بماذا؟ بالتعامل مع الزوج. نعم، خيركم لأهله. نعم. وعليه، أي على الزوج، أن يعدل، يقول، بين الزوجات في القسم والنفقة والكسوة، ما يقدر عليه من العدل. هل من حسن العشرة أن يتكلم الزوج بهذا الكلام؟ يقول: أخذنا، يقول لزوجتي عندما أرجع اليوم من البيت، يقول: أخذنا ولله الحمد كتاب النكاح، وفيه التعدد، والتعدد فيه كذا وكذا وكذا. لا، هذا ليس من العشرة بالمعروف أن يخاطبه بهذا. حتى والله جاءني أحد الطلاب، كنا نشرح في نواقض الإسلام، فجاءني بعد الدرس وقال: من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. زوجتي تبغض التعدد، وكم أحدثها وأذكرها بالأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف، وهي ما تريد التعدد.
قلت له ما معنى هذا؟ يعني تريد أنها يعني كافرة وانتهى الأمر. هي ما تبغض الحكم، هي مقرة بالحكم، لكن من الغيرة على الزوج أنها ما تريد هذا الكلام. ولماذا تذكر لها في كل يوم؟ هذا من سوء العشرة. صحيح، هل صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع زوجاته؟ لا. ثم في الغالب الذي يذكر هذا الكلام لا يتزوج، فقط يؤذي الزوج وغير هذا، يعني ما أريد أن نخوض في غير هذا. طيب، فإن وقع بينهما شيء لابد قلنا من العلاج الشرعي، وهذا ما يكثر يقع بين الناس اليوم لأننا لم نتعاطى الحلول الشرعية. الوعظ، وقلنا الوعظ يكون بالكتاب والسنة، ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ. ثم بعد هذا الهجر، الهجر يكون باللسان بأن يعني لا يحدثها مدة 3 أيام، وبعد 3 أيام يقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اتعظت بالوعظ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقلنا أن بعض الأزواج هدانا الله إياهم تأتي المرأة تقول خلاص، قل لا وين باقي. صحيح؟ أي نعم. طيب، إن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله، لأنه يعرف الأمور ويعرف ما عليه الزوج، وحكما من أهلها رجال يعرف الأمور التي يكون بها الجمع والأمور التي يكون بها التفريق وإرادة الإصلاح، إن يريد إصلاح وفق الله بينهم. نعم، فكل ما فعل جاز عليه، جاز عليهما أي على الزوجين. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالخلع والطلاق وغيره. كم بقي؟ الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.